لم يتبقى أمام أكثر من 40 مليون عراقي سوى هذا الممر بجسر داقوق. هذا الطريق يربط كل الجنوب بكل الشمال. كإجراء أولي منعت الشاحنات، فالأوزان تشكل خطراً على الدعامات والركائز التي تضررت جراء السيول وقبلها المقالع والكسارات. الحكومة المحلية أو المركزية الإسراع بترميم هذا الجسر السايد الثاني، يسوي سايدين مو سايد واحد، لأن كودنا نخلي نخلص من الحوادث مع السيارات وخسائر بشرية. ده مو هما ما حد يعني لو ما بهم لسه يصلحونه كيف يعني. اي طبعا هذا الجسر هواي مأثر علينا، يعني نطالب من الحكومه بالكت هذا الجسر، او هاي يعني يباعون على الناس الفقره حل، يعني متاذين بهاي الطلعه وهاي التحويله يقدرون يعني يكملون خلال كم شهر، بس اهمال هذا الجسر لو معمرينه قبل سنه ما كان يوصل للمرحله هاي. زين حبيبي، واحنا مال داقوق احنا مستفادين، بس انتهينا لا ترال يعبر ولا لوري يعبر، والناس اللي فتح محلات فالشرشي وتبديل دهن ومطاعم كلها يستفاد من الطريق هذا، بس شنو انتهى بعد. ولا يمكن البدء بأعمال الترميم حتى تنتهي موجة الأمطار وما يرافقها من سيول بحسب مديرية طرق وجسور كركوك. يتم الإحالة قريبا والمباشرة بعد انتهاء موسم السيول والأمطار، أي بالشهر الرابع أو ما بعد الشهر الرابع مباشرة. الممر القديم الذي خرج من الخدمة العام الماضي لم يهمل، ولكن يعني نتيجة السيول الأخيرة أصبح الهبوط في فضاءاته بشكل كبير. وتبقى الشاحنات ممنوعة من المرور من على جسر داقوق حتى يؤذن لها وتنتهي إعادة افتتاح الممرين. من كركوكة للأغا الشرقية نيوز.